عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية. لو تفتكروا إحنا كنا من كام حلقة فاتت كنا عرضنا لحضراتكم فيديو جراف اتكلمنا من خلاله عن اليوجا وعن أهميتها وعن انعكاساتها على حياة وتفاصيل الحياة اليومية لكل الأشخاص اللي بيمارسوها. إحنا في الفقرة دي بقى عايزين نتعرف أكتر على فوائد اليوجا وبشكل تفصيلي من خلال ضيفتنا اللي منورانا في أولى فقراتنا الحوارية، الأستاذة سندريلا محمد مدربة اليوجا. صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك. صباح النور، أهلا بحضرتك. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. منورة قناة الأهلي. ميرسي، نورك. ربنا يخليك. ميرسي. إحنا يعني عايزين نعرف أكتر عن اليوجا، في ناس عايشة حياتها لليوجا وباليوجا، وفي المقابل وأكيد حضرتك ست عارفين في ناس ما تعرفش عنها حاجة غير إن هي مجرد قاعدة رايقة. فعايزين نعرف الناس ايه هي اليوجا وايه انعكاساتها على الاشخاص اللي بيمارسوها. هو خلينا الاول كده نتفق ان اليوجا مش رياضه بس، هي اسلوب حياه، يعني اخلاقيات. اوكي. اخلاقيات اللي بيروح لها بيرتاح في حياته جدا وحقيقي بيوصل للسعاده. ازاي بقى؟ عشان بنطلعنا من حته الماراثون او السباق اللي احنا عايشين فيه، بنجري بعزم ما فينا طول الوقت. صحيح. احنا حتى بنتنافس مع نفسنا، يعني انا عايزه كل يوم احسن من اللي قبله. ما بلتمسش لنفسي عذر ان انا اتس اوكي ان انا النهارده مش قادره اعمل الحاجه اللي عملتها امبارح لاني تحت ضغط، لاني مرهقه، لاني طبعا. فده بيخلينا طول الوقت مش عارفين نستمتع بلحظه الحاضر اللي احنا فيها. انا بحس ان احنا مستهلكين، يعني مستنزفين الدنيا يوميا، وخصوصا فكره الجري ورا لقمه العيش، والناس اللي بتشتغل شغلانتين وثلاثه، والناس اللي عشان توصل شغلها او تروح منه بتاخد لها مواصلتين ثلاثه. كل دي امور بجد مجهده للنفس الى جانب طبعا الاجهاد البدني. هل اليوجا يعني اي ايادي بيضاء في الملف ده؟ جدا، زي ما قلت لحضرتك هي اسلوب حياه، فانا اقدر اعمل كل ده واشتغل شغلانتين وثلاثه واركب مواصلتين وثلاثه وانا بقى بعمل اليوجا في حياتي، لان فيها جزء جسماني او بدني وفيها جزء تاني روحاني او نفسي. أوكي. فلو انا اشتغلت على الجزئين دول معناها ان انا هقدر اعمل اي حاجه في حياتي وانا بعملها بمنتهى السعاده والرضا، وهيبقى عندي نوع من انواع التقبل، فاستقبالي للامور هيختلف. فبدل ما استقبل الامور مثلا بغضب او زعل او بعدم رضا، استقبالي للامور لما هيبقى برضا كل حاجه في حياتي هتتغير، هوصل للسعاده. جميل. طيب فكره ان الواحد يعني ينعزل تماما عن الاجواء المحيطه بيه ويدخل في اجواء اليوجا دي، عمليه مش سهله اعتقد، ولا ايه؟ هو اليوجا مش بتعزلنا عن العالم اللي حوالينا، بالعكس هي اليوجا بتربطنا بكل حاجه، بمعنى ان احنا في عالم اليوجا بنبقى شايفين ان احنا وكل الناس اللي حوالينا واحد، احنا وكل الكائنات واحد. فلما حضرتك يحصل لك حاجه كويسه معناها انها حصلت لي انا كمان، فلما حاجه هتسعدك هي هتسعدني انا كمان، معناها سلام نفسي متحقق. طبعا طبعا. okay. معناها اني عمري ما هاذي حيوان في الشارع، معناها اني عمري ما هاذي حد، لان اي حاجه بتحصل لاي مخلوق على كوكب الارض هي بتحصل لي معاه، فانا ما بنعزلش عن العالم، بالعكس انا برتبط بكل حاجه حواليا اكتر. طب ايه التراك اللي امشي فيه عشان اوصل لحاله السلام النفسي اللي حضرتك تفضلتي بيها دي؟ اول حاجه لازم اعرفها ان انا ادور انا مين الاول. لو انا ما عرفتش نفسي انا مش عارف اي حاجه حواليا. فانا لازم الاول ابدا ابحث. للاسف احنا اغلبنا عايشين بنفس مش حقيقيه. نفس دي المجتمع اللي عملها اهلنا. النفس الحقيقيه اللي هي الفطره بتاعتنا، شخصيتنا اللي اتولدنا بيها، بصمتنا احنا دي، للاسف زي ما حضرتك قلت مع الجري اللي بنجريه في الحياه بتروح. فانا مهم جدا ان انا ابدا ادور انا مين الاول، اوصل لنفسي الحقيقيه الاول، فطرتي الاول. واجابه السؤال ده بتكون ازاي؟ بتكون ازاي يعني كلمه او سؤال انا مين، معناها انا مين من اي زاويه، تقصدي ايه؟ انا مين يعني انا فطرتي ايه، انا حقيقتي ايه؟ يعني ممكن تكون ردود افعالي على مواقف معينه مش مبنية على شخصيتي الحقيقية، مبنية على مواقف وصدمات أنا تعرضت لها وأنا طفل صغير. فمثلا ممكن حد، وحضرتك عندك مثلا 3 سنين، حد ضايقك بشكل ما والشخص ده كان لابس لون معين وليكن بني. حضرتك تفضل طول عمرك بتقول أنا ما بحبش اللون البني وحضرتك مش عارف ليه. ده علشان في برنامج اتحط لحضرتك إن الشخص اللي كان لابس لون بني هو اللي ضايقك. فبالتالي أنت مكمل حياتك شايل حاجة هي مش بتاعتك، هي المشكلة مش في اللون، هي المشكلة في الموقف. فلما حضرتك بترجع لنفسك المشاعر اللي مكتومه جوانا واحنا مش شايفينها او عاملين نفسنا مش شايفينها بتبدا تتضح قدامنا، لما بتتضح قدامنا بنبدا نقشرها من علينا، فبنبدا نتحرر منها. اول ما بتتحرر من الحاجات الزائفه اللي ماسكه فيك ومتحكمه في ردود افعالك وفي طريقه تصرفاتك في الحياه بتبدا توصل لنفسك، وده طريق السعاده.
قصة حضرتك انت شخصيا مع اليوجا ابتدت ازاي؟ وهل هي ليها علاقة بدراستك او ليها علاقة بطبيعة شغلك، ولا انت بتعملي في مجال تاني الى جانب تدريب اليوجا؟ خالص، انا كنت ست بيت قاعدة بربي ولادي ثلاثة، وبعدين كان بيجي لي وجع جامد جدا في رقبتي، وكان الوجع ده ليه اسباب نفسية وانا ما كنتش عارفة، ففضلت ادور كتير جدا لحد ما ابتديت العب رياضة تانية خالص اسمها بيلاتيز. والبيلاتس دي رياضه رائعه الحقيقه، اخترعها برضه من باب الفضول يعني. عباره عن ايه؟ هي عملها او اخترعها شخص اسمه جوزيف بيلاتس الماني، كان عمل نوع كده يعني، اخذ حاجات من اليوجا واخذ حاجات من الباليه وحاجات من الايروبكس، وحط لها مبادئ ان هو يبدا يساعد بيها الجنود وهم راجعين من الحرب، او الناس اللي عندها اي انجري اصابه او اي حاجه. والحقيقه لما ابتديت العبها وقعت في حبها، اليوجا دخلت حياتي بالصدفه جدا، لاني لما لعبت البيلاتس اخذت فيه كورسز مع مدارس كنديه وابتديت ادرس، وعلشان ازود شغلي قلت اما اخد يوجا كمان، حاجه كده صدفه بحته يعني. بس لما رحت لليوجا وعرفت قد ايه هي بتغير حياه الناس، قد ايه هي بترجعك لنفسك تاني وبطرق بسيطه جدا، وقد ايه هي مفتاح سعاده، الحمد لله كملت فيها بقى. مرتبط اليوجا برضو بان الشخص اللي بيمارسها هو عاده من الناس الرايقه، ودايما في ارتباط شبه شرطي بين اللي بيمارس يعني ممارسي اليوجا وبين كونهم من المجتمع المخملي بشكل او باخر ذهنيا. عند الناس دي ناس رايقه يا برنس ومش شايله هم حاجه. عارفه الفكر ده الى اي درجه الفكر ده خاطئ؟ خالص. هو الحقيقه اليوجا لكل الناس بكل الشخصيات المختلفه بكل الاعمار بكل الاوزان، مفيش حد نقول له ما تلعبش يوجا، مفيش. على ذكر الاوزان برضو، كنا في مرة أنا فاكر كنا عملنا تقرير عن الحكاية دي، فكرة إن اليوجا بيبقى لها انعكاسات زي الفل على الناس اللي بتعاني من السمنة المفرطة، إن هي بتساعدهم على فقدان الوزن. ما تشرحي لنا الحكاية دي بتحصل إزاي؟ الحقيقة الكلام ده مظبوط لسبب مهم جدا. إحنا بناكل في العادي بلا وعي، لأن إحنا مش عارفين إحنا بناكل ليه. لما حضرتك بتبدأ تلعب يوجا الوعي اللي عندك بيعلى، بيعلى بمعنى احساسك حتى بجسمك بيعلى، احساسك بمشاعرك. فحضرتك لما بتبدا تتمرن يوجا حضرتك جسمك بيبدا يرفض الاكلات الغلط، بيبدا يرفض اي لايف ستايل او اي اسلوب حياه مضر. فالوعي ده في حد ذاته بيخليك تبعد عن الحاجات اللي بتاذيك، الحاجات اللي بتديك وزن زايد، وبتبدا تبقى عايز تبقى عايش بشكل احسن. يعني نقدر نقول ان اليوجا بتساعد الواحد انه يحب نفسه؟ مظبوط جدا، ده حقيقي جدا. زائد طبعا ان احنا في اليوجا عندنا انواع كتير منها، ففي انواع بتساعد جدا على الحد. زي ايه الانواع المختلفه دي؟ هو طبعا انا ما اقدرش اقول لحد ابدا بالنوع الفلاني، لان كل حد بيبقى له حاله جسمانيه معينه. بس ده مجرد بس تعريف بالانواع المختلفه. في هاتا يوجا، في فينياسا يوجا، في اشتانجا. الناس اللي وزنها زايد بنبدا معاهم يوجا على الكرسي لحد ما جسمهم عضلاته تقوى، ولحد ما بالظبط، ولحد يبداوا وزنهم ينزل، وبعد كده بنبدا ناخدهم على المات عادي جدا. فالحقيقه باب اليوجا مفتوح لكل الناس. انا عايز اقول لحضرتك لو حد في السرير ما بيتحركش هيعمل تمارين النفس دايما برضو اليوجا. ودي يمكن ساعدت الافلام يعني بصفه خاصه في ترسيخ الفكر ده، فكره ان اليوجا هي عباره عن قاعده بتربيعه رجلين معينه وفي حركه معينه في الايدين، انا مش عارف طبعا بالصحه بتاعها حقيقي. بالمناسبه الوضع ده شهير جدا، الوضعيه دي معروفه جدا. ايه فايدتها وايه دلاله كل حركه فيها؟ هو لو هنتكلم على الوضع اللي احنا بنبقى قاعدين ومربعين فيه رجلينا، اللي هي الوضعيه اللي زي ما حضرتك قلت كنا بنشوفها في فيلم عقيلة زيزي مثلا. بالظبط كده. لو حضرتك تفتكر كده معايا، جدودنا زمان كانوا بياكلوا ازاي؟ كانوا بيقعدوا على الطبليه. ايوه. كانوا بيربعوا رجلهم. صح. وده حضرتك هتلاقيه حتى محفور في المعابد بتاعه اجدادنا قدماء المصريين. لان القعده دي ساينتفكلي او علميا اثبت انها المخ بيبدا يدي اشارات للجهاز الهضمي انه يبقى في حاله استعداد انك هتاكل، فبيبدا يديله اشارات من فضلك اجهز عشان تهضم. فعلشان كده القعده دي مش حاجه دخيله علينا ولا حاجه جديده، دي حاجه من الاف السنين موجوده معانا. طيب غير انها بتهدي الجهاز العصبي نفسه كمان. أيوة، حضرتك لما بتقعد كده. ده كان سؤالي، كنت هقول لك بقى بالنسبه للناس اللي هي متنشنه على طول، في ناس عندها سرعه استجابه لضغوطات الحياه. حقيقي. يعني في حد ممكن يبقى رايق الدنيا والعه حوالين منه، هو مكمل عادي مش واقف كتير عند اللي بيحصل، وحد تاني اقل كلاكس مثلا كفيل ان هو يبوظ له يومه. الناس دي الفئه التانيه دي اكيد اليوجا هتبقى مفيده بالنسبه لها. طبعا هقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا مشكله كبيره جدا في حياتنا مع النفس. احنا
اغلبنا متخيل ان النفس ده عمليه اوتوماتيكيه وخلاص فانا مش هفكر فيها ابدا. وبالتالي احنا اغلبنا في النفس بيستعمل التلت الاولاني من الرئه وسايب بقيه الرئه نايمه. لو الواحد يقدر يتحكم في مساحه الرئه المستخدمه في مش 100% بنوصل حد 80% ويمكن اكتر شويه كمان، ده علميا يعني. كنترول من الشخص، كنترول من الشخص. هو في الاول حضرتك بتعمل ده بشكل كانك متعمد لانك مش متعود عليه لانك في الاول بتتنفس حاجه اسمها شالو بريدنج او نفس سطحي. بس مع الوقت ومع تمارين النفس بتاعت اليوجا ومع الوعي حضرتك بتتنفس بشكل عميق، فده بيعمل لك حاله من الاسترخاء، عضلات جسمك بتفك. يعني نسمع ناس تقول لك انا عضلاتي وجعاني على طول مع اني ما عنديش اي حاجه. ده بسبب النفس. الدبريشن الاكتئاب عامل كبير جدا في النفس، عشان كده الدكاتره النفسيين بينصحوا الناس اللي عندها اكتئاب ان هم يعملوا تمارين نفس. فاليوجا بتعلمنا نتنفس صح ازاي، بتعلمنا ازاي نتنفس بشكل اعمق. ده كله ليه تاثير على الجهاز العصبي. بالمناسبه انا اسف لوقت حضرتك بس عشان انت بتتكلمي في نقطه بمنتهى الاهميه. بعيدا بقى عن اليوجا بشكل عام، هو الصح ان احنا نتنفس ازاي؟ بعيدا عن اليوجا واليوجا ارجع تاني اكرر ان هي اسلوب حياه. فانا وانا قاعده مع حضرتك دلوقتي المفروض ان انا عايشه يوجا. النفس بتاعنا ان احنا لما بناخد نفس القفص الصدري بتاعنا بيتفتح للجناب وبطننا بتطلع لبره. اوكي. وعلشان الاناتومي بتاعت الجسم او علم التشريح بتاع الجسم بيشتغل بالطريقه دي، عندنا عضله الدايفرام هتزق لتحت فلازم بطني تطلع لبره والقفص الصدري يوسع. اوكي. وانا بطلع النفس لازم بطني بتدخل لجوه والقفص الصدري بتاعي بيقفل. احنا اغلبنا بنتنفس في الكتاف. طب بتحصل بشكل تلقائي؟ للاسف لا. احنا بنتولد كده، عشان كده حضرتك لو شفت البيبي وهو نايم على ظهره هتلاقيه بيتنفس كده. مع الضغط اللي بنتعرض له في حياتنا بنبدا، عارف حضرتك نفسك بيعبر عن حالتك طول الوقت. يعني حضرتك لو خايف، لو احنا قاعدين دخل علينا اسد، حضرتك مش هتتنفس كده، هتبص تلاقي نفسك عالي بقى سريع وبقى عند كتافك مش عميق لتحت. يوسفني اقول لك حضرتك غلطانه. ايه اللي هيحصل لو دخل الاسد؟ مش هبقى موجود معاك اصلا في الاخر. انا هتلاقي اسرع سبرنت شفتيه في حياتك. اكيد انا كمان هبقى ورا حضرتك. انا لسه هفضل قاعد مستني الاسد واشوف نفسي والبطن داخله ولا خارجه. انا هتلاقيني اختفيت يا استاذه. هختفي مع حضرتك على طول. لا فعلا حتى في حالات الخوف يعني. في كل حاله، لو حضرتك في اي حاله لو مرتاح نفسك مختلف عن مضغوط عن خايف عن سعيد. فاحنا من كم الضغط اللي بنتعرض له بنفضل نتنفس بنفس الطريقه اللي احنا خايفين فيها، شالو بريدنج، نفس سطحي في الكتاف. فانا مش واخد كفايتي من النفس، مش واخد كفايتي من الاكسجين. عايزه اقول لحضرتك لما الناس بتجيلنا في اليوجا ونعلمهم يتنفسوا صح ويبداوا يتنفسوا صح، يقول لك انا كان عندي انسومنيا، انا ما كنتش بنام، عندي ارق ليلي، بيناموا نوم غير عادي، نوم مريح جدا. استقبالهم اختلف، بدل ما كل حاجه واخدها في شغله بعصبيه وبيزعق، وبالتالي بيروح البيت بيزعق لاولاده بيزعق في مراته، بيبدا يتغير كل مزاجه بيبدا يتغير. الشخص المضغوط المهموم المكبوت المكتئب ايا كان المسمى ايه او ايا كانت حالته واصله لاي درجه، بيلزمه متنفس طبعا. ازاي اليوجا هي المتنفس ده؟ يعني كينونتها كمتنفس للبني ادم المضغوط متحققه في صوره ايه؟ الناس لما بتتمرن يوجا على المات حضرتك بتتعلم حاجه جميله قوي جوه التمرين، اللي هي اني انا مش حاطط نفسي لا في مقارنه ولا في منافسه مع اي حد في الكلاس. بمعنى انا لسه بتعلم هقف ازاي، لان احنا في اليوجا بنعلم الناس من اول هيقفوا على اقدامهم ازاي. وحضرتك بتتمرن بقالك كذا سنه، فحضرتك ما شاء الله عامل حاجه رهيبه جدا، واقف على رجل واحده وعامل حاجات صعبه، وانا لسه على المات بتاعتي بتعلم اقف ازاي. أوكي. انا بطلع بعد فتره من التمرين متعلمه ان انا مش داخله سبق مع حد. وبالتالي انا بتقبل نفسي وبتقبل الناس اللي حواليا. ده بيخليني بره في حياتي العاديه بستقبل بشكل مختلف. بعرف اتنفس فبعرف اهدى. حتى ممكن تخلي رؤيتك للامور نفسها تختلف. تماما تماما يا فندم، كل حاجه بتتغير. بدل ما ابني يخبط حاجه وهو بيلعب في البيت فاروح مصرخه جامد جدا، هو انا حقيقي مش بصرخ عشان هو خبط حاجه، انا بصرخ لان انا مضغوطه جدا وما صدقت بقى في حاجه طب انفس فيها عن أيوة. الغضب اللي جوايا. انا كل ده بيتغير تماما. بالمناسبه تنصحي الامهات بصفه خاصه ان هم يمارسوا اليوجا حتى ولو على يعني لفترات قصيره كل يوم، من منطلق ان الام بتبقى دايما مضغوطه طبعا، سواء كانت ام عامله ولا لا. في الحالتين الامهات الحقيقه دايما عليهم حمل كبير قوي. احنا عندنا الامهات كده كلنا، وانا كنت من ضمن السيدات دي الحقيقه، ان احنا بنبقى متخيلين ان احنا حياتنا كلها لازم تدور حوالين ولادنا وبس. لا، هو انا من حقي جدا ان يبقى لي مرتين بس في الاسبوع ساعتين ليا انا لوحدي اروح اعمل فيها حاجه ولادي مش طرف فيها خالص. وده لمصلحه الاولاد بشكل او باخر قبل اي حاجه، لان كل ما انا هبقى انسان بتحسن من جوه وبسعى ان انا ابقى سعيده وراضيه وهاديه، كل ما هدي ولادي احسن.
وكل ما اربيهم على ان هم مطمئنين مش قلقانين. صحيح. ودي حاجه مهمه جدا خصوصا في الجيل الصغير. لان زي ما حضرتك عارف هم حياتهم كلها عنف من لعب التمثيليات بيتفرجوا عليها، الجيمز على الموبايلز بيلعبوها، فهم كمان محتاجين يلاقوا جو هادي في البيت. اكيد. طيب اليوجا اصلا يعني خلفيتها ايه؟ ابتدت فين ومن خلال مين؟ وهل شكلها اتغير وتطور مع الزمن ولا زي ما هي؟ اليوجا حضرتك لو شفت كل الدول العريقه اللي عندها حضارات كبيره لازم تلاقي عندهم يوجا. هو احنا متخيلين ان هي عند الهند بس. هو الحقيقه حضرتك لو رحت مثلا الاقصر في المقابر الرائعه بتاعه القدماء المصريين ونزلت اتفرجت جوه هتلاقيهم راسمين الاوضاع بتاعه اليوجا. وفي كتب اللي متبقيه طبعا حضرتك هتلاقيهم بيتكلموا فيها على التنفس. لو حضرتك رحت المكسيك هتلاقي نفس الكلام، في الهند نفس الكلام، في كل الدول اللي عندها حضارات قديمه عريقه لازم هتلاقيهم بيتكلموا عن اليوجا. بس لكن المنشأ الأصلي محدش عارف علميا يثبت هي يعني اولها فين. هم حتى أوكي. التاريخ بالظبط مش عارفين يحددوه اذا كان 5000 سنه او 10000 سنه كمان. لان هم كل ما بيكتشفوا مكان بيلاقوا في مكان تاني حاجه اقدم شويه. اوكي. هو الحكايه ان الكتب اللي تحافظ عليها اكتر مكان عرف يحافظ على الكتب بتاعته كان الهند. فعلشان كده اي علم لليوجا بنرجع في اغلبه للهند، اغلبه مش أوكي. كله طبعا يعني لكن في مخطوطات وفي توثيق للبدايات لكن هي كمان احنا مصرنا القديمه الجميله اليوجا عندنا يعني باستفاضه طبعا. أوكي. طبعا حضرتك مدربه يوجا، طب اللي بتدربيهم من انهي فئات عمريه؟ يعني مين اكتر الناس اقبالا على تعلم اليوجا وممارستها؟ والله الخبر الجميل ان دلوقتي الاقبال على اليوجا من كل الاعمار. يعني دلوقتي في يوجا للاطفال حضرتك التين ايجرز او المراهقين بقوا مهتمين جدا. الاعمار بقى العاديه لحد 60 و65 و70 سنه الحمد لله كل الناس دي دلوقتي بقى عندها وعي وبتدور على ورجالة اليوجا. اكتر ولا سيدات؟ الاول لحد قريب لحد 3 4 سنين فاتوا كان سيدات اكتر. دلوقتي الحمد لله بقى في رجاله وبقى في رجاله مدربين، ودي حاجه طبعا الرجاله محتاجين اليوجا قوي زيهم زي الستات. بس يعني في رجاله كتير مش مستوعبه الفكره، يعني فاهم ازاي؟ عشان متخيلين ان اليوجا قاعد مكانك، بس لما بيجوا يجربوا اليوجا والتمرين والحاجات دي بيعرفوا انها مش للسيدات بس ولا حاجه. ايه اكتر حاجات اتقالت لك من الناس اللي انت دربتيهم في اي مرحله من المراحل وبعد فتره ما شافوك يتكلموا معاكي عن انعكاسات اللي انت دربتيهم عليه على حياتهم؟ والله في حاجات بتخليني اعيط بالدموع حقيقي. يعني مثلا في بدايات خالص تدريبي ما انساش ابدا ان في سيده فاضله جت قالت لي انا كنت بتمنى اصلي وانا واقفه وبقالي 10 سنين بصلي وانا قاعده ودلوقتي بصلي وانا واقفه. ما انساش ابدا بنوته قمر عروسه كان عندها مشكله في ركبتها، فده كان مانعها تسافر مع جوزها ويطلعوا مثلا جبال او يعملوا حاجه فيها مشي او حتى انها تزور حماتها لانها كانت ساكنه في دور رابع من غير اسانسير، وانها بعد فتره من الفترات دي بقت بتعمل كل حاجه وجت تعيط برده وتقول لي انا ممتنه. لا الحاجات كتيره جدا. في بيوت الحمد لله اتصلح حالها، كانت كلها عصبيه وغضب والدنيا اتغيرت خالص. والله يبقى الحمد لله حس كده، يبقى ربنا يقدرك دايما على فعل الخير لان كلها انعكاسات طيبه على حياه الناس الحقيقه. يا رب الحمد انا بشكرك على وجودك معايا، نورتيني النهارده وان شاء الله اللي حدثنا بقيه باذن الله. ميرسي، وانا اتشرفت جدا ان انا كنت مع حضرتك واتمنى ابقى مع حضرتك تاني. ميرسي لحضرتك. ربنا يخليك. طيب يا حضرات دي كانت اولى فقراتنا الحواريه، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام، خليكم معانا.